في قضية اليوم ينشغل الشارع الأردني منذ عدة أسابيع في موضوع التغير على رائحة المشتقات النفطية وخاصة البنزين، بالإضافة إلى شكاوى واتهامات للمصفاة أنها قامت بإجراء تغييرات في طبيعة المواد الموجودة في المشتقات النفطية المتوفرة في السوق، وأدى هذا إلى تغير كبير على المسافات المقطوعة مقابل عدد اللترات، بل أن القضية توسعت خاصة بعد تأكيد نقيب أصحاب محطات المحروقات ووكلاء الغاز المهندس نهار سعيدات خلال اتصال هاتفي مع برنامج هذا الصباح الخميس الماضي حول إضافة المصفاة لعدة مواد على المشتقات النفطية، الأمر الذي أثار ردودا واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشارع الأردني وسط تخوفات من تأثير مثل هذه المواد على جيوبهم سواء من ناحية قصر المسافات وأيضا تأثير هذه الأنواع بعد خلطها على مركباتهم. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الرئيس التنفيذي لشركة المصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الكريم العلوين. مهندس عبد الكريم صباح الخير. نعم يبدو أن المهندس عبد الكريم لا يسمعني، يبدو أن هناك خلل، سوف نعود نحاول الاتصال مع الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية. ويعني حقيقة أثار موضوع تغير مواصفات المشتقات النفطية وتحديدا وكان الخلل الأبرز في مادة البنزين، حيث اشتكى عدد كبير من المواطنين من تغير رائحة البنزين وأيضا قصر المسافات التي تقطع بنفس الكمية المعبأة في المركبات. يبدو أن المهندس عبد الكريم العلوين الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة الأردنية معنا عبر الهاتف. مهندس عبد الكريم صباح الخير. صباح النور يا مرحبا. أهلا وسهلا فيك. أهلاً. صباح الخير، يعني بداية مهندس، هل قامت المصفاة بإضافة مواد إلى المشتقات النفطية البنزين والسولار والكاز؟ أولا صباح الخير إلى كل مشاهدي الرؤية، وحقيقة يمكن هذا الأمر تم توضيحه عدة مرات. نعم. البنزين والديزل والكاز المنتج من مصفاة البترول الآن ومنذ سنوات نفس المواصفات نفس الإنتاج بدون أي تغيير بدون أي تعديل مهما كان. نعم. طيب. وبالتالي ما أثير مؤخرا بخصوص أنه البنزين ما بيمشيش مع المستخدمين ومسافات طويلة وأنه الريحة ومش عارف إيش كل هاي الأشياء، حقيقة لم يطرأ أي تغيير على مواصفات المشتقات النفطية المنتجة من مصفات البترول منذ أن يعني مثلا تحديدا البنزين اللي صار عليه الحديث منذ أن بدأنا بإنتاج هذا الصنف من البنزين في أواخر عام 2007. طب مهندس عبد الكريم، ما سبب تغير رائحة البنزين والشكاوى يعني مجموعة كبيرة من المواطنين بأنه البنزين بطل يقطع مسافات معهم في السيارة، وحتى أصحاب محلات فحص السيارات يعني أكدوا وقالوا أنه في كثير سيارات تيجي بتراجع لأنه في مصروف بنزين عالي، وعند فحصها بتبين أنه ما في أي مشكلة في السيارة. خلينا نحكي المرجعية يمكن بهذا الموضوع. نعم. هي دائرة المواصفات المقيسة واللي قامت مشكورة بأخذ عينات بنزين عديدة جدا من عدة محطات ولم تجد أي تغيير بمواصفات البنزين بحيث أنه يؤدي إلى زيادة استهلاك أو أي تغيير بالاستهلاك. نعم. يمكن أنا شخصيا تفسيري لهذا الموضوع إذا في زيادة استهلاك هي ناتجة عن فصل الشتاء مقارنة مع فصل الصيف. في فصل الشتاء الجو أبرد استهلاك بزيد، الناس اللي بتحمي سيارات في الصبح هذا كله بدون قطع أي مسافة بنعكس تماما على الاستهلاك وأسباب أخرى متعلقة به. أما أنه نوعية البنزين لم تتأثر مطلقا لا قبل الشتاء ولا بعد الشتاء. طب يعني مهندس عبد الكريم، يعني احنا اذا بنحكي بين شتاء وبين صيف وبين ارتفاع بسيط على اسعار المشتقات، يعني ما بتاثر التاثير الكبير على عمليه انه البنزين مش عماله بيقطع مسافات؟ وهي يعني اراء وارده، يعني هو مش اشاعه، هو كل حدا حكى عن تجربته الشخصيه. طب رائحه البنزين يعني تغيرت بشكل واضح؟ خليني ارجع مره ثانيه على موضوع اراء شخصيه. يعني انا كمواطن خليني احكي ايش هي ادوات الفحص والقياس لمواصفات المشتقات النفطيه اللي بين ايديا. نعم. بينما الجهات اللي لديها مختبرات تفحص المنتج بتقارنه مع المواصفات المطلوبه. نعم. فشهادتها باعتقادي ادق من شهادتي انا كمواطن لما اجي احكي والله تغير وتاثر. نعم. والى اخره. وبرجع اكد مره ثانيه انه دائره المواصفات المقاييس اخذت عشرات العينات وتبين لدى فحصها انه ما في اي
تغيير أو تعديل على مواصفات البنزين. طيب يعني ما هي المواد التي يتم إضافتها في مصفات البترول للمشتقات النفطية باشمهندس؟ يعني إيش المواد اللي أنتم بتضيفوها؟ يعني شوف البنزين هو حقيقة منتج من مواد هيدروكربونية مختلفة ناتجة عن التكرير بالدرجة الأولى. والإضافة التي تتم هي بموجب أيضا المواصفات الأردنية والعالمية. يتم إضافة مادة بسموها MTBE بنسب لا تتجاوز حد معين. وهي المادة الهدف من إضافتها هو شيئين: أولا تحسين الاحتراق لأنه هي تحتوي على أكسجين. تعرف الاحتراق بده أكسجين. والشيء الثاني أن هي بترفع رقم الأكتان. وهي المادة إضافتها مش من اليوم، هي تضاف منذ أواخر عام 2007. نعم. ومش بالأردن، تضاف بأوروبا، تضاف باليابان، تضاف بالعديد من الدول العالمية. نعم. طيب باشمهندس، أي تغير في نسبة إضافة هاي المادة وخلطها مع البنزين ممكن ينتج الإشي اللي احنا عماله بنشوفه اليوم بالسوق؟ يعني هذه المادة لم يطرأ عليها أي تغيير من ناحية نسب الإضافة. بالعكس، خلال الأشهر اللي فاتت نسبتها أقل مما كان يضاف سابقا. نعم. يعني باشمهندس أنا مش عارف إيش يعني كيف بدنا نحكي للناس اللي شافوا تغير في أداء البنزين وفي رائحته، يعني مش رح الناس تقتنع يعني بمجرد أنه أنا بدي أحكي أنه في مؤسسة المواصفات والمقاييس فحصت عينات من البنزين وطلع ما في أي مشكلة، وأنا فعليا شايف مشكلة على الأرض. يعني خلينا أين الخلل باشمهندس؟ في خلل موجود؟ لا، خلينا شوف، يعني هي نرجع كمان مرة نحتكم لإشي لرقم. نعم. نحتكم لقياسات، نحتكم لمواصفات، أما أراء شخصية يعني ما بنقدر إحنا نبني عليها. فأنا رأيي أنه أي مواطن عنده إشكالية بالبنزين اللي بيحكي عليه، ما عندنا مشكلة إطلاقا، تأخذ عينات وتفحص بأي مختبر إن كان، ونرجع نقارن مع المواصف ونشوف إذا في اختلاف ولا لا. يعني خلينا هيك يعني ناخذها بهال نعم. بهالطريقة اللي التفصيلية خلينا نحكي فيها. يعني المشكلة باشمهندس أنه الموضوع رح يظل محصور بفحص هاي المادة من خلال مصفات البترول أو مؤسسة المواصفات والمقاييس، يعني بالنهاية مش رح نوصل يعني بصراحة لنتيجة. سبب لا الرائحة، ما هي سبب تغير الرائحة؟ هو غاز الإيثر اللي عمالنا بنشم ريحته من وراء. ما في البنزين لا يحتوي على الغاز أصلا، يعني للعلم. نعم. المشتقات النفطية كلها ما عندنا إشكالية بمواصفاتها. كمان مرة بدي أرجع أكرر، إذا في أي حدا عنده إشكالية معينة خلينا نحكي عليها، خلينا نحكي على حالة معينة، يعني بدل ما نحكي على انطباع عام وأشياء تتداول على التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك، نحكي عن حالة معينة، نقول والله الفلان أنا عندي مشكلة، تفضل ناخذ عينة. طيب إذا أحد المواطنين حب يراجع. نعم. إذا أحد المواطنين حب يراجع ويحكي إنه أنا في عندي مشكلة، يراجع مدير مكتبي. نعم. في عمان، يعني بشارع رينبو بعمان. نعم. وإحنا نأخذ العينة ونفحصها أبدا وبنشوف النتائج إيش هي، حتى بس نطمنه، يعني لأنه إحنا متأكدين 100% إنه ما عندنا أي إشكالية بأي مواصفات إن كان. نعم. يعني هو برغم تأكيد الدكتور حيدر الزبن مدير عام مؤسسة المواصفات المقاييس أن تم طلب من قبل مؤسسة المواصفات المقاييس، طلبت من المصفاة تغيير كثافة الديزل لوجود خلل فيه وهو ارتفاع نسبة الكربون، ويعني كان في هناك خلل في عملية. هاي بس معلش، واحدة. نعم. لم يطلب من مصفاة البترول تغيير أي شيء. نعم. خلينا أكد لك إياها. لم يطلب دكتور حيدر من مصفاة البترول تغيير أي شيء. نعم. لا كثافة ولا كربون. كيف بدك تغير الكربون بالديزل؟ الديزل يحتوي على هيدروجين وكربون زي البنزين يحتوي على هيدروجين وكربون. نعم. كيف بدك تغير نسبة الكربون بالديزل؟ إطلاقا. طيب. لا. بس هذا الحكي لم يرد ولم يطلب من مصفاة البترول تغيير أي شيء. وكمان مش بس هيك، حطيته على بأحد الأيام إنه المصفاة قامت بسحب. نعم. كميات من البنزين من المحطات. وحقيقة أنا لما شفت الخبر حكيت مع عطوفة الدكتور حيدر الزبن وأكد. نعم. لأنه لم يتم سحب أي بنزين من أي محطة، برغم أنه هو صرح لموقع رؤية الإخبار أنه تم سحب كميات من البنزين. أبدا، هو هذا الكلام حكى عليه أنه لم يتم. تمام. وفعلا نحن لم نقم بسحب أي كميات بنزين ولم يردنا أي كميات بنزين مسحوبة من أي محطة. نعم. طيب. باش مهندس، حضرتك ذكرت خلال مؤتمر صحفي خلال الشهر الماضي أن المصفاة طرحت عطاءات وتعاقدت لاستيراد كميات من الغاز المسال والبنزين الخالي من الرصاص ومجموعة من المشتقات النفطية. إلى أين وصلتم في هذا الموضوع؟ وهل تم استيراد كميات يعني بفترة سابقة؟ طبعا الغاز المسال والمشتقات النفطية التي لا تنتج المصفاة يتم استيرادها. نعم.
بعض هذه المواد مثل الديزل يتم استيراده مباشرة من قبل شركات التسويق الثلاث، البنزين 95 يتم استيراده من قبل شركات التسويق الثلاث، نعم، والغاز المسال يتم استيراده من قبل مصفات البترول. نعم. فبالتالي هي تركيبة الاستيراد، والعمليات الاستيراد ماشية والكميات المطلوبة متوفرة بالأسواق بدون أي. نعم. يعني باش مهندس، بنزين 90 عيار 90 أكتان لم يتم استيراده؟ لا بنستورد. نستورد طبعا، نستورد. يستورد. نعم. ويتم استخدامه مع البنزين المنتج من المصفاة لتزويد السوق المحلي. نعم، ويتم طبعا فحصه ودخوله إلى المملكة ضمن مجموعة القوانين الأردنية. نعم. يعني هو يتم استيراده بموجب مواصفات. نعم. ويتم ايضا انتاجه بموجب مواصفات، يعني خلطه مع الانتاج المصفاة لانتاج البنزين المطلوب ضمن المواصفات المطلوبه. نعم. يعني اذا يعني مهندس عبد الكريم، ليس هناك اي مشكله في المشتقات النفطيه من وجهه نظر المصفاة؟ اطلاقا. ابدا. اطلاقا. نعم. احنا على استعداد، نعم. زي ما حكيت لك، اي مواطن يشكو لديه شكوى محدده خلينا ناخذ العينه من البنزين اللي بحكي عنه ونشوف عنه ايش اللي بحكي عنه. نعم. إذا المهندس عبد الكريم العلوين، الرئيس التنفيذي لشركة مصفات البترول الأردنية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.